الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هذا إلهي با إسكاله إلهي با مضن ما هذا إلهي كذب وحان ما هذا بذن أعلنية مؤسسة أنصار السنة أو شعب الرزاق ومدحك يهي إيه إنت الله شقي سبا لأن اجتماع عنه كلا إسكما إيمان كره اجتماع مبارك أو أدل وقصو شقيه وحان إلهي كبر يا دمانتين إنو قل داره ميزانك حسنات كينا مالت قيامها إلهي وحان كبر يا إنو إخلاص كنو إرزاقه إخلاص كوا مهم جدا وحان كلو مهد بذن علينا يا علم بذن صاحب بذن وقار كود أفرطن سنة كدواد أن صاحب هين علم مباركين وبان إمان شهي مادين أيان أيجنا مهدو علنا إذن كنا مهدبان دين علنا يا شعب كان مبارك جاء شعب نوعان وكلا ودين تإلهي الربا ورقي الدمرة وحلاجها لا صومالي وبلاجها لا صومالي وشعب مبارك إلهي دين بركية بركتنا هاي دين زيادة صدق قصة كوبن باردين شيء جيا وحي أضربتنا كفها من صدق ذا قصة وحي الدروس كقاضنا إنسان كقاطع إذنكم قصة كوبن وحوي نبي عليه الصلاة والسلام ويل يراهدو مصعب بن عمير أو ويل يرأه أيوه قدري مدينة أوحو قدري رسولا بالقرآن وحي القرآن كان انتقاد أذو رسولا بالقرآن تدكاس نبي مركا مكا يجوغا مسلمين توي تبردريهين غير مدينة قارسي قرآن كان بكوير مصعب بن عمير وحي من ماشي لديه جري مدينة وحو بلاب إنه قرآن كي دتك وشرحه نمنك اللي يرى الأوس والخزرج نادبه إلى هايين أما وحان كلاب كلو يقان أفك غلاد نموحا حكومة اللي يرى هذا سعد بن معاذ سعد بن معاذ أو سيد لقدم بي يا أبا وحو يري ويل كان يمد مدينة أو رب الدين تين إنه بدله أو رب الدين غريب إنه ينوسو قليه أو رب إنه إنه بابيه وحن ربا غف دلو او يقبت او نفتك قادة نين سعد بن لديه جري سعد أسعد بن زرارة او المها بريضا هايين أسعي سعد بن معاذ لبضو ذهو يوا ولالو باير أنيق إيدا أنا نفتك سو قادة وحو أتقي مصعب بن عمير مصعب بن عمير قرآن أخرنا قرآن كيبو دقيستي ماشي بكو إسلامي قرآن كي مركو دقيستي ماشي بكو إسلام وصلابت نادقي بكو صلابت مركو ساقو ايقاي بوحو يري والله وحو لا صلابتي وجيكو كتاقي وجي أنا هين ننكيو بدلن با صلابتي ووي يرو وحو كو يري ولالو بل صور دقيسة ننكان وحو شيقاي سعد بن معاذ ووتاقي مصعب بن عمير بو دقيستي ماشي بكو إسلامي أساقي نوا إسلامي وحو كسو الله بتاين نادقي أوسي خزر جوفردي وحو كيري أني قمحان إذين أها إذينك وحا يرهدين سيدك مدحظ النوء وأن لقدب أهلين باطاي وحان دون يابو يري قف مدينة كنول قري مدينة كنول عاو وان دينة إسلامك كجرين إنو سنجرين مدينة أدنن هبين كاسا إسلامتي إلا أصحاب السير وحي ليهين شان قري لح قري كليا كهرين مدينة كل قدوة إسلامي ومدينة ذات قيدين يا إسلامي ويل يرى أو دوري لباتن جرى أرنت آدو دقيستا مركي مدينة وضع إسلامتي وحان ربعنا إذن شاقو نكن مدينة إسلامي دينة إسلام كوحو صوق لي أسوق صدن جرى وسعد بن معاذ وحان اللي قد لي دقال كي يهود أسوق صدن يلح جرى ما قصنا إسلامها لحسنا أذيك ما قصنا إسلامها هيد أفرطن إلى كذا لتن قار لحذن ما يدك جيران قار تضباطن ما يدك جيران ما حد دين تسوق جلس دين تيا تسوق جلسين أرنت أذيك دين ديني يا شاكدي ويسيس عطي دقال كيبو قلي وردا وعمي نبيك غرقي سجوغا ليري أدون صالح أرنتي أسوغو قوئي سيجيه ديو مساجد كو سو أردي مساجد كو كو داو عها
waa ninka qisadiisa aad haysaan oo carshiga ilaahay uu u gilgilmay geeridiisii, waa nin 6 sano keliya islaamka ku jiray. Midkeen waxaa laga yaabaa inuu 100 sano islaam yahay, uusan hal maalin diinta ilaahay wax ku darsan, diinta ilaahay qof u sheegin, bal waxaa laga yaabaa inuu dhibba ku hayo, iska daa inuu wuxuu taree. Qisa waa qisadaas, waa wiil yar. Qisada labaad waxay ku saabsan tahay wiil yar oo dhalinyara. Waxaa la dhihi jiray Ascad ibn Cumayr. Ascad ibn Cumayr waxaa qabay hooyadiis nin milyoneer ah oo lacag badan leh oo la dhihi jiray Al-Julas ibn Suwayd. Al-Julas ibn Suwayd nin la yiraahda hooyadii qabay, macnaha adeer buu ahaa, ninkii hooyadaada qaba waa adeerka. Nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii dagaalkii Tabuug la aadayay ayuu aad saxaabada ula hadlo, dagaal culus baa nabiga qabsaday calayhi salaatu wasalaam. Saxaabadii way ta'athureen. Nabiga calayhi salaatu wasalaam naam waa Usayd ibn Xudayr, Ascad ibn Zuraara ma ahan, waa sabq lisaan. Marka ninka la yiraahdo Ascad ibn Cumayr, Cumayr ibn Sacad, cafwan, Cumayr ibn Sacad oo Julaas Al-Julaas ibn Suwayd uu hooyadii qabay, markii nebigii uu saxaabadii la hadlay dagaalkii la aadayo, Abubakar xoolihiisii oo dhan buu keenay, Cumarna wuxuu keenay xoolihiis bark nus buu keenay. Nin Cabdiraxmaan ibn Cawf la dhihi jiray 200 oo uqiyo oo dahab uu keenay. Nebigu wacdigii buu sii waday. Waxaa istaagay Cuhmaan ibn Cafaan radiyallahu ta'ala can aljamiic, 100 awr oo raran oo dagaal u diyaarsan buu bixiyey. Nebigu waa sii waday, Cuhmaan wuxuu ku daray 200 labaad, nebigu waa sii waday, Cuhmaan 300 saddexaad buu ku daray. Markaasuu nebigu intuu minbarkii ka soo degay asagoo oo ol yacni aad mooday indhihiisa ilma saaran tahay, buu wuxuu leeyahay maa dara Cuhmaanu maa facala bacda alyowm, maa dara Cuhmaanu maa facala bacda alyowm, maa dara Cuhmaanu maa facala bacda alyowm. Cuhmaan maanta kadib wuxuu sameeyo dhib uma keenayso nebiga calayhi salaatu wasalaam. Wiilkii wuu tegey, gurigiisii buu aaday. Cumayr ibn Sacad aha wuxuu u tegey ninkii hooyadii qabay, wuxuu ku yidhi maanta saasaa dhacday, Abubakar intaasuu bixiyey, Cumar intaasuu bixiyey, Cuhmaan intaasuu bixiyey. Saxaabadii kale qaar baa waxay keeneen firaashkay ku hurdeen, darintay ku hurdeen qaar baa keenay, qaar baa waxba keenin oo ayaga ooyaya oo le waxuma haysano meeshii ka kacay. Wiilkii adeerkiis buu u tegey, wuxuu ku yidhi adeero maanta saasaa dhacday, wuu u talmiixiyey. Talmiix waxaa jira luqada carabiga waxa la yidhaahdo at-talmiix iyo at-tasriix. Talmiix waxa weeye af soomaaliga yacni warkii toos lagugu sheegi mayo, waa lagu sarbeeb sarbeeb wuu u sarbeebay. Marka carabtu waxay tidhaahdaa axyaanan at-talmiixu ablaqu min at-tasriix, mararka qaarkood sarbeebtaa ka khatarsan in warka toos lagugu sheego. Adeerkii buu sarbeeb ugu sheegay, dadkii waxay bixiyeen, wuxuu yidhi haddee waxaad sheegaysa run yihiin oo Muxamed waxaa samayn karo, fa naxnu asharu min xamiiri ahlina, dameeraha reerkayag annaga ka shar badan. Macnaha wuxuu leeyahay nebigu waa beenlow, walciyaadu billah. Al-Julas ibn Suwayd waa munaafiqnimadiisiiba caddaatay inuu munaafiq yahay oo diinta nifaaq ugu jira caddaatay, waana milyoneer. Wiilkii marka waxaa u sugnaaday, waxaa yacni isu dhinac noqday in uu adeerkiisu aad u dhaqaaleeyey inuu asturo iyo inuu diinta khiyaamo, inuu diinta khiyaamo oo nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam khiyaamo, iyo inuu adeerkii asturo yacni labadaa middoora baa u soo baxday. Wuxuu yidhi diinta ilaahay khiyaami mayo. Nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi isagoo saxaabadii la fadhiya masaajid, wiil yar buu ahaa. Nebigu markuu arkayba wuxuu yidhi wuu gartay wejiga qofku waa ka garanaysaa markuu qofku war dhibaato haysato. Cumayr ibn Sacad soo dhowow yihi maxaa jira, wuxuu yidhi kaana min amri Al-Julas ibn Suwayd, sidaa iyo sidaa iyo sidaa buu yidhi. Nebigu wuxuu yidhi hala keenay, ninkii baa la keenay. Ninkii markii la keenay ma dhihin buu yidhi aniga warkaas ahaa ma iga suurtoob aniga, nin weyn baan ahay aniga. Marka saxaabadu way qaybsameen, qayb waxay yidhaahdeen wallahi waa wiil caaq ah, odagii soo koreeyey oo hooyadii qabay ayuu waxaan jira ka sheegaya.
قيبنا وحيدنا هذا نك النبي محمد كتب تكني عليها أفضل الصلاة والتسليم بين بشيء نك النبي محمد كتب تكني وصلاة أن كم قنادر بين بشيء مركا نك الجلاس بسويت عربو قدر وحيروا أن أرانيا قرآن كأقارنتين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وأني كاسك بسودك ويلك وحير إلهيو بياني بسودجي أهمتان وأمر بويلكي كعمه تاجي بيان كاسة إلهي بسودجي نينك وحير نبي محمد وبيان بان شاقي هذا الكوان إري إلهي إيه ويدين ويقتل وأقبله إلهي ويلكا يركا وأصنا لني رضا كرب وقاضي أسقنا وحي علماء ضمنها النور اللي ما تجربوها يعني أنا دلي رضا الله الله يا مانت مصعبنا دلي يروها كنا دلي يروها قصد الله بعض واقع قصد أصبح الدروس لك قادنا يوم فهمي كرتا يعني بدلك صحابة أي قصد صدحات وانسوك وبياه ومالك حنين وقرآن كأكو عربتين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاغت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وصحابة وحي أهايين لم يتفنكم طبعا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إي الله من مسلمة مكة ذات مكة إسلامي وحيك آدم وادي لي هذا وادي وابي مرين حنين وقول لحيه مكة يا طائف مكة يترضوا ذي عالكي وحي لهذه ما أنت يا نقعت كانك لبي يتضمكن وعي هرت عليه صدح كنو قال صدح كنو قال يا لبي يتضمكن ومسلم معقول ما هم بيرا ما أنت إنا لجميع عجب وحلي يرا وإسلي يابين مرك قاركم إسلي يابتان وروح لنا لي يابتان صومة حولينا لي يابتان صومة قبيلكنا لي يابتان صومة وكسر ريسان دتك صومة وكبد انتين دتك صومة إسلام نبدا قبيلك كوين صومة حولينا كوين صومة وحاقوه الشيء اللي أنا يحاوي أنا كسر ريسان صومة أنا كابد الصومة سليمان بن عبد الملك بن مرايب اسكو ايغي ذهبي وحولي هاي وحولي يا ابي بقرتوي لي يا قروح لي يا حولي يا وحي ساعات كدبيت بوهابي مركا وحي علماء كدودا قف اسكو ما يسالين كرا قف مركا يسالين لنا قروح لي يا حولي هاي تلا يا بتان اذنك الا اسكو لان هذا دمرك صومالي يا رجل قف كسر حولي البا يدش كل ما يسالين يا مركا dadka kale u shoo dadka dayni ka isleenina marka 3000 nimankii 12000 ah oo nabi maxamed dhaxtaagay cali sallallahu alayhi wasallam saxaabadii 3000 baa ayrsatay laba cillo cillo waa cujbiga waa arimaha u socdo in diinta cujbiga laga saaro isla weynida iyo kibirka iyo akhlaaq xumida iyo anaa reehebala iyo aniga ka sareeya wadaadadii baa hadda ugu daran wadaadadii baa cudurkaas u galay aniga kor ah aniga markaas aan bahal YouTube la furay markaas aan mid kasta ma arkaysa saajidkan sigiska bari mid madaw ka ba ka xado saakiin soo baxaa feer ku dhifta warad laba ku filane laba ku filane dad wada ciil qaba oo feer ku ciil qaba ila ilkee ka daadiyeen oo dilay oo maxamed leysa kaba u buxaday laba dhan baax ma ku dhifataan wadaadada oo ciilkaasi qabaan YouTube ma loo furo mid kasta wuxuu leeyahay kan kala waa gaal midka kale waa gaal kaana islaanimada ka saaray kaaniga hayi tooba keeno kaa halkaasi xaalki uu maray qodob qodobkaas qodob kale baad wuxuu ahaa caqiidadii baa khalad ka gashay qaarka oo waxay yiraahdeen yacni geed xadiidka waa garanaysaane geed aan barakaysanno oo seefaha suranno oo noo samee sida iyaguba ay u leeyihiin markaasu nabi kaleey salaam salaam wuxuu yiri allahu akbar wallahi laqad qultum kama qala qawmu muusa li muusa ij'al lana ilaha kama lahum aaliha wa garanaysaan qisada waxaan uga baxayaa hadalkii arrin muhiima jirta oo hadda saaxada ka sii baxaysa arrintaas waxa weeye waxma yar maaha musi kartaan arrintaas waa caqiidada waa tawxiid arintaas waa tawxiidka waa caqiidada caqiidadan aad u jeedaan ama tawxiidkan haddaad haysatid oo aad ku kufridid wixii ma arkaysaa gaalnimo ah jannaad galaysaa
سورة القرآن كم فضي بنا وسورة ده سورة ده القرآن كم فضي بنا سورة ده الفاتحة ها حليم سورة القرآن كم فضي بنا وسورة الفاتحة هي الشافية هي الكافية هي الفاتحة وهو يد القرآن وحوي يعني وتضمن صنف نقضة وسورة على الإطلاق قرآن كم فضي بنا إلهي محوكم بلا بسورة داس وإلهي كم بلا الحمد لله رب العالمين رب العالمين توحيد توحيد الربوبية سوسامها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات ملك مالك يوم الدين توحيد الألوهية سوسامها قرآنك محال وحري قل أعوذ برب الناس محال وحجيين ملك الناس محال وحجيين قرآنك توحيد بالغفري توحيدنا والغنمي توحيدنا والغنمي انت قد حيصنا أعظم آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل هو الله تعدل ثلث القرآن وتوحيد توحيد كعقب صلى وعقضب كالدردار كأقوم يمسك gabar kasta iyo wiil kasto meesha fadhiya tawxiidka iswaydi tawxiidkaaga duus sax yahay insha Allah janna ku dambeynaysa qodobka igu dambeeya waxaan ku xirayaa ilaahay wuxuu leeyahay ya ayuha alladheena aamanu taqullaaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun hadii mannina la yiri idinka oo muslimiin idinka oo hoggaansanayn su'aal baan weydiinayaa ilaahay wuxuu leeyahay hadii mannina ما إنك عاد من نبي سؤال إلى الدلاء إنك ما إلى الدلاء بس أنا جايز دلاء إلهي ما إلى الدلاء سوى ما محمد لو يرى هذا مننا مرك إن هذا مننا من حتى إنه قلت لك هذا سيوحي إن مرك إلهي يقول لي ورا هذا مننا إذا كانوا قال سنين يا مركز ذا لك أنا ضيع خير الله سي مركز ذا ديار أهوي أو أدقه قال سنين ما هذا الديار أهين وحان إما ليس أدينه الديار أهين مركز الديار أهو وحان هذا الكي يكحر أيام شركة مباركة حقيقة يعني وح قلبك المسلم كوقبه بيوي أو ما أركيسا وكده جيو ذاتك إنت اللي ومسلمين تا وعلم ماذا ودي ويبين علم ماذا ودي بيجي سنية وما لقيها لا وايرتها وما لقيها لا وايرتها توحيد كان قبصنا أن إبننا إنه مسلمة لبدا قضب قبر يويل بميرك قرطة نين هل كان هو بعيد التراجع وعسير وذي الهدول ديلا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.